وذكر حجاج العراق خبر وفاة الأمير قرواش بن المقلد العقيلي من أمراء دولة العقيليين في الموصل، وليها بعد مقتل أبيه سنة 91 و300 للهجرة توسعت في عهده الإمارة لتشمل الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات. أحسن تدبير ملكه وسياسته، دامت إمارته 50 سنة. وقع خصام بينه وبين أخيه بركة بن المقلد، قبض عليه بركة وحبسه في إحدى قلاع الموصل، ثم نقله ابن أخيه قريش بن بدران بن المقلد إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل فتوفي بها.